السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات ثانوية عامة في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم دكتور محمود عثمان بكلية الطب جامعة عين شمس. النهاردة إن شاء الله الفيديو ده هنوضح فيه إزاي ندخل على بنك المعرفة، وإزاي ندرس على بنك المعرفة كل المواد، ونجيب كل المعلومات اللي موجودة عليه ومش موجودة على الكتاب المدرسي، لأن في طلبة كتير جدا سألتني على الموضوع ده، ولحد دلوقتي في ناس كتير ما بتبقى عايزة انها تدخل على بنك المعرفة بعد ما تسمع شرح اي مادة عشان تشوف ايه الزيادات اللي فيه وتذاكرها. فبسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا هكتب لكم اللينك بتاع الموقع دلوقتي على الشاشة، هيظهر قدامكم، ولو ما لحقتش تنقله او ما لحقتش تشوفه انا سايبه لك في الديسكريبشن تحت. فهنكتب study.ekb.eg، تمام، اي جي، سوري، تمام، وبندخل على اللينك. طبعا هنا بيديك اللينك او اللي يظهر لك الانترفيس بتاعت المذاكره الرقميه. عندك انت هنا تو اوبشنز، اول اوبشن ان انت مثلا هو يكون فاتحها لك على المنصه بتاعت طلبه المدارس العربي، هتدوس هنا ذاكر الان لو انت من مدارس العربي، او لو انت من مدارس اللغات هتدوس على كلمه انجلش بالشكل ده فهيجيبها لك ستادي ناو. لو انت دوست على ستادي ناو هيدخلك على منصة الطلبة بتاعة المدارس اللغات، لأن طبعا المناهج فيها بتبقى مترجمة. وفي عيب خطير جدا في بنك المعرفة، أتمنى إن هم يعدلوه أو يكتشفوه، إن في بعض المعلومات موجودة في المنصة بتاعة طلبة المدارس العربي مش موجودة في منصة طلبة المدارس اللغات، والعكس صحيح. فعشان كده انا بنصحك ان انت برضو لما تبص على الماتيريال الموجوده لك على او متاحه ليك على بنك المعرفه، انك برضو تتابع معايا شرح بنك المعرفه اللي بنزله، لاني في الفيديوهات عندي بجمع المعلومات المكتوبه في بنك المعرفه سواء في النسخه بتاعه العربي او النسخه بتاعه المدارس اللغات. بس خلينا نشوف لما ندخل ذاكر الان ايه اللي هيظهر لنا وازاي نتعامل معاه. طبعا هنا انا بعد ما دخلت بيقول لي او بيوريني هنا انترفيس موجود فيها كل المواد المقررة عليك. انت طبعا بتختار المادة اللي انت عايز تذاكرها. طبعا احنا هنختار هنا الاحياء لان المادة دي تخصصنا واحنا عايزين نعرف عنها برضو. طبعا كل اللي هقوله في الدقيقتين اللي جايين دول ينطبق على بقية المواد. طبعا هنا فتح لك الانترفيس بتاعت المنهج كله من اول اولى ثانوي لحد ثالثة ثانوي، كل المواضيع متاحة ليك هنا. طبعا احنا عشان طبعا مش هنذاكر الثلاث سنين مع بعض، احنا عايزين سنة واحدة، فبنختار المرحلة اللي احنا فيها سواء أولى تانية أو تالتة. فاحنا هنا هنختار تالتة ثانوي. طبعا هنا هو بيجيب لك الأجزاء أو المواضيع الخاصة بتالتة ثانوي بس، تمام. هنا طبعا في دار النشر بتاع ديزاين ميت أو يورك بريس، طبعا فيه هنا بتنزل المواضيع الموجودة في المنهج، وهنا طبعا بتنزل يورك بريس، ممكن تنزل كلام مختلف عن نفس المواضيع. بس احنا هنا طالما ما اخترناش حاجه من الاثنين هو بيجيب لي كله. الواي دي يبقى هنا تبع يورك بريس، واللي مش عليها حرف الواي ده بتكون تبع ديزاين ميت، تمام. وانا افضل ان انت تشوف اللي انت عايزه من هنا على طول، بدل ما تدخل على ديزاين ميت مره ويورك بريس مره، هما هنا متجمعين على بعض. طبعا هنا احنا بنختار الموضوع او التوبيك اللي احنا هنذاكره. طبعا احنا مثلا احنا ما دخلناش في كل المواضيع اللي تحت دي، احنا مثلا ايه عايزين الهيكل العظمي، فبندخل على الهيكل العظمي بندوس عليه بالشكل ده. طبعا انت هنا لو دوست على كلمة لانش هيجيب لك الايه الصفحة دي بشكل كامل من غير بقى يورك بريس والكلام اللي حواليها ده، بس ساعات الموضوع بيهنك فاحنا هنكتفي بان احنا نشوف الموضوع هنا. طبعا هنا كاتب لك المعلومات الزيادة الموجودة ومش موجودة في كتاب المدرسة، بيكتبها لك هنا، طبعا بيدعمها لك بالصور والأشكال. لو هتلاحظ إن أنا اقتبست بعضها المرة اللي فاتت لما جينا نشرح، بص هنا تركيب العظام، طبعا هو كاتب تركيب العظام ده مش مكتوب في كتاب المدرسة، بتقراه وتفهمه كويس جدا، أو لو أنت سمعت الشرح تيجي بس تشوف الكلام هل مختلف ولا حاجة. بس أنا طبعا بإيه بحاول ألتزم لكم بالكلام الموجود هنا على البنك المعرفة، لأن هو والكتاب المدرسي أصبحوا هما المصدر الموثوق فيه اللي ممكن يجي لك منه معلومات. وفي الآخر بيسيب لك بعض التدريبات كده، سواء صح سواء اختر أو سواء صح أو غلط، عشان في ساعات بتبقى أسئلة صح أو غلط. هنا طبعا الأسئلة هي موجودة، اختر،
بيبقوا حوالي 5 أسئلة، أنت بتختار منهم، يعني مثلا اختار مثلا أي إجابة وبعد كده بندوس إرسال وهو بيقول لك إيه الصح، هي هنا طلعت صح. بعد كده بننقل على السؤال اللي بعده من السهم ده، ننقل كده، ولو عايزين نرجع بنرجع من الناحية التانية. طيب أنا كده وريتك إزاي تدخل على أي درس وتتعامل معاه لحد ما تحل الأسئلة. طبعا بتدوس إرسال بعد ما تتأكد إجابتك، بتدوس على إجابتك وتدوس إرسال عشان تتأكد هي صح ولا غلط، وبعد كده بتنتقل لإيه، للسؤال اللي بعديه. لو عايز تعيد الاختبار كله من الأول بتدوس على كلمة إعادة، دي بتتفعل لك بس بعد ما إيه، ما بتجاوب على الأسئلة. طيب إحنا كده شرحنا لمدارس العربي. مدارس اللغات بيختلف شوية في نظام الأسئلة ونظام التقييم أو نظام الشرح، فإحنا هندخل من تاني على المنصة عشان أهو من تاني اللي ما لاحظش المرة اللي فاتت أو ما خدش باله، study.ekb.eg، بنخش عليها. طبعا بنختار هنا بقى الإنجليش لأن إحنا من طلبة مدارس لغات، وبنختار study now. في مفاجأة مهمة جدا في آخر الفيديو بخصوص الأسئلة وكده، ما تنسوش تتابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا. هنا البيولوجي، طبعا اختار مادة البيولوجي، طبعا بيتيح لك برضو كل المواد، بندوس على البيولوجي وبنكمل. طبعا برضو نفس النظام، حاطط لك هنا التوبكس بتاعت من اول اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي. انا بقى عايز سنه معينه بختار من هنا، هو عامل لك هنا اول. طب انا بختار من هنا ثيرد سكندري، تمام. طبعا انا هختار اي موضوع، هنختار طبعا موضوع من اللي احنا خدناهم زي مثلا الايه، الاكزيال سكيلتون. هنا بيتيح لك حاجات زياده، ممكن يتيح لك الكويز. الكويز ده لو انت عايز تحل على طول بيفتحوا لك طبعا في تاب لوحده. طبعا هنا بيبقى ايه، النظام بوقت شويه مختلف عن بتاع العربي. انت بتختار هنا في الاخر بتدوس سبميت بعد ما بتختار. طبعا انت لما بتختار واحده بيعلمك عليها بالازرق ان انت اخترت، تمام. طبعا انت بتختارهم كلهم بتدوس سبميت. انا هدوس سبميت دلوقتي لان احنا مش هنقعد نحل. بعد كده هو بيقول لك ايه درجتك من 10، وانت حليت كام واحد وكام واحد ما حليتوش وكام واحد غلط وكام واحد صح، وانت بتدوس على ريفيو عشان تعرف. طبعا انا هنا اخترت اجابه عشوائيه فعامل لك عليها باللون الاحمر ان انت اخترت غلط، وبيعمل لك اللون الاخضر على الاجابه الصحيحه. لو ظهر لك حاجه حمراء يبقى انت ايه، مجاوب غلط. لو ظهر لك اخضر وانت حلل كل الاسئله يبقى انت حلل السؤال ده صح، تمام. طبعا الاسئله الصفراء دي اللي ما اتحلتش، والاسئله باللون الازرق ده هو اللي بيكون اتحل. طبعا بعد الدروس بيبقى متاح لك فيديو انك تشوفه بيوضح لك الكلام. طبعا احنا هنا مش هنشغل فيديو لان مدته ممكن تكون طويلة شوية. بتدوس على فيديو اهم حاجة، وبعد كده بتدوس بلاي. تعال نشوف درس تاني مكتوب فيه تكست او مكتوب فيه كلام. ليجامنتس هنا مثلا، الليجامنتس هنا مكتوب فيه تكست يعني كلام، تمام. الكلام اللي هو المعلومات الجديدة أو المعلومات الزيادة اللي محتاجة أبقى عارفها. هنا بقى مش محتاجين ندوس فيديو، إحنا ممكن هنا التكست نقراه وبعد كده ندوس على الفيديو نشغله من هنا، تمام. وبكده نكون عرفنا إزاي نشغل بنك المعرفة ونتعامل معاه سواء مدارس عربي أو مدارس لغات. في طبعا ده كل ده بينطبق على كل المواد. المفاجأة بقى اللي عايز أقولها لكم، في ناس كتيرة قوي سألتني على حكاية إنها إزاي تسأل أسئلة أو تبعت لي مثلا صورة أسئلة من الكتاب أو تبعت لي فويس مسج. طبعا الكلام ده مش متاح على الكومنتس في اليوتيوب، فأنا قررت إن أنا أعمل جروب للتليجرام. على التليجرام الطلبة كلها متاح إنها تدخل تسألني عليه. طبعا أنا مش هجاوب على كل الأسئلة عليه، أنا هجاوب على الأسئلة على قناة اليوتيوب. ده لسبب إن إحنا وصلنا أو تخطينا حاجز 1000 طالب الحمد لله، يعني بفضل دعمكم. فانتوا كل اللي هتعملوه انكم هتسيبوا لي اسئلتكم كلها على الجروب ده، وانا كل اسبوع بجمع الاسئله الجديده واحطها في فيديو بالحل طبعا بكل التفسير، لفيديو لوحده لطلبه المدارس اللغات وفيديو لوحده لطلبه المدارس العربي. وفي الاخير اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن، ولينك موقع بنك المعرفه برضو في الديسكريبشن. خشوا على الجروب وشوفوا الحاجات الانستراكشنز اللي انا كاتبها لكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.